تنطلق اليوم فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021. كان المتحدث العسكري قد أعلن أن التدريب سيجري على أرض مصر بمشاركة 21 دولة خلال الفترة من 2 إلى 17 من سبتمبر الجاري. التدريب المشترك النجم الساطع 2021 بمشاركة 21 دولة في الفترة من 2 وحتى 17 من سبتمبر 2021. النجم الساطع 2021.